السلام عليكم. وجمر الثأر في الأضلاع يغلي، وهذه الأرض تهتف كل حين. عذاب الله قد يأتي رياحا، وقد يأتي رجالا في جينين. انسحب الأعداء وخلفوا وراءهم خرابا يعم كل مكان، وكل شيء في كل مكان إلا الإنسان. هي جنين، ونيابة عن الأمة واجهت وحدها أعنف العمليات العسكرية واسعة النطاق بأحدث تكنولوجيا، جنها جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة منذ ما يقرب من عقدين. جنين، وتحديدا على مساحة أقل من نصف كيلو متر واحد، هي مخيم جنين تصدت للقصف الجوي والحصار. دمرت فيها شبكات المياه والكهرباء، وجرفت الشوارع، ودمرت المنازل، ومورس عليها أبشع أنواع الترهيب والترويع، وحوصر فيها 13,000 لاجئ بلا ماء ولا غذاء، وظروف إنسانية هددت بكارثة. جنين، وتحديدا على مساحة أقل من نصف كيلو متر واحد، هي مخيم جنين تصدت للقصف الجوي والحصار. دمرت فيها شبكات المياه والكهرباء، وجرفت الشوارع، ودمرت المنازل، ومورس عليها أبشع أنواع الترهيب والترويع، وحوصر فيها 13,000 لاجئ بلا ماء ولا غذاء، وظروف إنسانية هددت بكارثة. في مخيم جنين منعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الدخول لها، واستهدف فيها الصحفيين، وأغلق عليها كل شيء باستثناء قذائف الطائرات. حتى مستشفى جنين لم يسلم من قنابل الغاز. كان المخطط لمخيم جنين الإبادة منذ بداية الحملة العسكرية والحصار الذي استخدم فيه جيش الاحتلال أعتى أسلحته على مدار يومين، حيث مروحيات الأباتشي والطائرات المسيرة والمجنزرات والجبات وناقلات الجنود المصفحة. 12,000 لاجئ على أقل من نصف كيلو متر واحد، أرغم 5,000 منهم على النزوح لمكان يقيهم من حمى القذائف والرصاص، وخطر التجويع لأطفالهم ارتقى فيه 10 شهداء بينهم 3 أطفال، وأصيب أكثر من 200 بينهم 20 جريحا بحالة خطرة، واعتقل ما يقرب من 150 مشتبها به خلال يومين من الاجتياح. مخيم جنين واجه أعتى قوة عسكرية في الشرق الأوسط عمل الاحتلال على تشكيلها لهذه العملية من القوات الخاصة وقوات المستعربين الخاصة وسلاح المدفعية ووحدات الكوماندوز ووحدات الكلاب البوليسية ووحدة الأمن السيبيري ووحدة الاقتحام الروبوت وقوات دوف دافان المختصة بمكافحة الإرهاب. جنين صب عليها الاحتلال جم حقده بأعتى عمليات إرهاب، وحاصر جميع منافذ مخيمها باستخدام المواطنين العزل كدرع بشري في محاولة فشلت بالوصول إلى تحصينات المقاومين في عمق المخيم الذي احتشدت دبابات المركبة على تخومه، وانتشر القناصة على أسطح المباني المحيطة به، وتخندق لفيف جيش الكيبوتسات على جميع نوافذه، وأغلق عليه كل الأبواب إلا باب السماء، مع الله لم يستطع إغلاقه. حصر مخيم جنين ولم تقدم له رسائل السخط والشجب والاستنكار والقلق والتنديد شيئا، وانتهت الحملة العسكرية الإرهابية عليه، ولم يحسب العدو سوى الخيبات وذل الهزيمة، وانتصر الكف على المخرز وسطر للتاريخ ثاني نصر عربي بعد معركة الكرامة، وأسقطت من قواميس اللغات أكذوبة الجيش الذي لا يقهر. هذه الحملة العسكرية الثانية التي يشنها الاحتلال وسخر لها كل إمكاناته على مخيم وكأنه دولة، ويخرج منها بذل المهزوم، لن تكون الأخيرة هذه الحملة، وقائمة المناطق المرشحة للاجتياح زاخرة. هناك في البلدة القديمة في نابلس والخليل ورام الله وكل المدن الفلسطينية، ومن كل مدينة
سيخرج جيش الاحتلال وحكومة اليمين المتطرف التي تسيطر عليه وتحاول تصدير أزماتها الداخلية يحصي خسائره البشرية والمادية سراً. لقد غير مخيم جنين قواعد الاشتباك وأصبحت المعادلة الدم بالدم. احتفالات المقاومين في جنين بالانتصار وهزيمة الاحتلال بتحقيق أهدافه أفسدت على نتنياهو الإدعاء بالنصر وفرضت عليه التعميم على قطعانه حظر النشر عن أي تفاصيل عن هزيمته وهزيمة عصاباته في المخيم، وأرسلت رسالة بالخط العريض بأن جنين لم يستجب لها إلا جنين، وأن باب السماء على جنين الذي لا يغلق استجاب الدعاء وكتب من عند الله النصر لجنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله، نصر من الله وفتح قريب. صدق الله العظيم.